مثلا لو مشينا عطبرة أو غيرها من المدن السودانية في زيارتك لها، بتشوفي مناطق المنطقة ذاتها، بتشوفي الأسواق، بتشوفي العادات والتقاليد في المنطقة والإرث التاريخي لو كان برضو في جانب حضاري. صحيح. فمن الزيارات عموما لمناطق السودان، شنو أكثر حاجة يعني راسخة في ذهنك إلى الآن وما بتنسيها؟ والله كثير من الاشياء من ضمنها السوق اللي بيعتمد دايما على الاشغال اليدويه، أها لانه دايما الاشغال اليدويه بتديك بتخليك بتحسس بانه الصناعه متقنه. فواحده من الاسواق دي سوق في واد مدني، صحيح. احنا هنمشي نتعرف عليه طيب جميل، ونشاهده مع بعض. طيب جميل، نمشي نشوفه من ثم نعود. هذا المشهد لأحد أسواق مدينة واد مدني حاضرة ولاية الجزيرة، قد يبدو مألوفا باعتباره يمثل معطيات الأسواق التجارية بمبانيه وبحركة البيع والشراء، فمجمع الأوقاف هذا أنشئ حديثا، لكن للتأريخ هنا كلمة، فهذا السوق عرف منذ القدم باسم سوق النساء، الذي تميز بانتقائية المعروض فيه مما يمثل تراثا موروثا سودانيا تفوح منه رائحة الأصالة. فهنا وهناك نرى أنواعا مختلفة من مصنوعات محلية تغوص في عمق التراث السوداني لتشكل لوحة فنية في طريقة العرض أكثر من طابع العرض للتسويق. حاجة حكمة يعرفها مرتادو هذا السوق، اتخذت مكانها هذا وقد تراصت أمامها زجاجات العطور السودانية الأصيلة والتي يتم تصنيعها محليا وتتميز بروائحها التي لا تخطئها حاسة الشم لدى عامة الشعب السوداني، فهي مرتبطة بالكثير من العادات والتقاليد السودانية خاصة في مناسبات الزواج. حدثتنا عنها الحاجة حكمة معرفة بها. وغير بعيد عن الحاجة حكمة جلست كلثوم على بنبرها هذا، والذي لا ينفصل عن مكون التراث السوداني، لينسجم مع ما تعرضه من أطباق الخوص وسجاداته التي يطلق عليها هنا البريش أو النطع وغير ذلك من أنواع المأكولات البلدية والكثير الكثير من الموروث الشعبي الضارب بجذوره في عمق الثقافة الشعبية. وعلى امتداد أزقة السوق نجد مثل هذا النوع من الأخشاب الذي اكتشفته حصافة الإنسان السوداني لما له من فوائد واستخدامات عطرية وتجميلية، وهي من أشجار الطلح والهبيل والصندل، والتي يطلق على صغار الأخشاب منها الصباغ والكوليد، والتي تستخدم بعد خلطها بالعطور المحلية. أيضا نجد في ذات السوق المصنوعات الفخارية من أزيار تستخدم لحفظ الماء ومباخر يتم تزيينها بمختلف الألوان الجاذبة تعكس مدى الإبداع الفطري للموهبة السودانية في تشكيل وحفظ التراث وصياغته. سوق النساء هذا يرتاده الزبائن من مختلف محليات الولاية بغرض شراء معروضه الخاص والذي لا يتوفر إلا في هذا السوق. ما لفت انتباه كاميرا الشروق أثناء تجوالها داخل سوق النساء مصنوعات الألمونيوم هذه، والتي تتخذ مختلف الأشكال من أواني الطعام، فهذه المصنوعات يتم تصنيعها محليا وتجد إقبالا من المواطنين لجودتها وتمتعها بالعديد من المزايا في حفظ الطعام وتحضيره. كانت الدهشة وإبداع القريحة السودانية عندما ذهبنا لأماكن تصنيع هذه الأواني، فهي تصنع هنا في هذا المكان المتواضع بتجهيز الألومنيوم وصهره استعدادا لسكبه في قوالب معينة توضع على الأرض بعد رسمها بالشكل المطلوب، ومن ثم يتم سحبها بهذه الطريقة اليدوية لتخلق فراغا داخل الرمال يصب من خلاله الألومنيوم المصهور ليستخرج بعد دقائق معدودة، متخذا هذه الأشكال المختلفة للأواني التي تستخرج من باطن الرمال كأنها كنز طال انتظار اكتشافه. وما بين جنبات هذا السوق الذي امتزجت
فيه تفاصيل الحياة اليومية بعبق التراث المحلي، تعددت الصور المعبرة عن ذات التراث لتشكل لوحة فنية نستشفها حتى من أبواب المحال التجارية بما هو مرسوم عليها ومعبر.